في فيديو انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا وأثار ردود فعل متباينة في ليبيا، يظهر طفل صغير جدا وهو يقود سيارة في الطريق ومعه طفلين آخرين أعمارهم متقاربة. صور الفيديو رجل استوقفه ما شاهده واستغرب من الأمر وظل يسأل الطفل وين أبوك؟ السلام عليكم، كيف انت وين أبوك انت؟ كيف هيك؟ ها؟ منو انت؟ بشير. ها؟ بشير. قديش عمرك انت؟ عمري 11 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله عليك كيف هيك؟ كيف هيك؟ كيف؟ وين أبوك أنت؟ وينه؟ أبوك خطأ هكيرة، من أبوك أنت؟ منو؟ لا ينفع الشركة. بالكاد كان الطفل يرى الشارع، هو يقول إن عمره 11 عاما، لكن يبدو من شكله الذي أخفيناه وحتى من صوته أصغر من هذا السن بكثير. لكن في التعليقات بالرغم من أن الفيديو غريب اعتبره بعض الليبيين عادي جدا، حيث علق مصعب عادية جدا، كلنا سقنا السيارة في العمر هذا غير ما فيش من يصورنا بس. فارس أشاد بالطفل وأبوه، كفوا الولد وكفوا أبوه، والله يطلع الولد طيب وابن أصل ويعرف كل شيء وذكي وشجاع، بارك الله في الولد وفي أبوه. وأسامي قال له صحيت يا ولد بشير، سايس روحك وربي معاك وزيد علم إخواتك. آخرون اعتبروا أن الأب مخطئ بترك ابنه يقود السيارة في هذا العمر الصغير، وهذا قد يعرض حياته للخطر. منهم عصام الذي كتب: هذا للأسف يدل على عدم لا مبالاة الأب، وكذلك يدل على عدم وجود قانون. والمشكلة كل يوم نشوفه في دفعات من المرور تتخرج ولكن لم نراهم، وهذا الطفل عبارة عن نموذج، وبارك الله فيه، الطفل أعطى درس. ومنيا علقت: بلاد بدون قانون بصراحة، وبعدين لما تصير الكارثة يبدو يبكوا حالة. والزروق الحسان قال: إذا لا قدر الله وقع حادث، بعد يديروا حادث يطلعوا غاليين وما فيش حد كيفهم، استهتار لأبعد الحدود. وعماد أيضا قال: لابد من عقاب الأب، استهتار بأرواح أطفاله والناس، والله مفروض يتم حجز المركبة فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد والدهم لكي يكون عبرة لغيره. شاركونا بآرائكم، كيف ترون من يعتبر أن سياقة الأطفال أمر عادي؟ هل تتفقون معهم أم بالنسبة إليكم سياقة الأطفال أمر خطير جداً؟